سورة 2. أهي إحنا قربنا بشكل كبير جدا يا أبطال. تعالى اقول لك ازاي تحصل عليها بشكل مجاني وبكل سهوله. طبعا كل اللينكات هتلاقيها في اول كومنت مثبت، ولو مش عارف تلاقي اللينكات ازاي سيب لك فيديو في القناه برضو يعرفك ازاي تلاقي اللينكات، فعشان ايه ما تضيعش وقتك وكل الكلام. انا شارح لك شرح تفصيلي في الفيديو ده، فعايزك تتابع خطوه بخطوه عشان مفيش حاجه تعدي. اول حاجه نحتاج نحمل VPN. طبعا كل الروابط سيبها لكم برضو في الموقع الخاص بينا، هتلاقي الموقع ده ظهر معاك، هتدوس على اد كرو. بعد كده هتلاقيه اتضاف معاك بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، اهو كده اتضاف معانا. تبدا تدوس نيكست نيكست اهو، تعلم على طول كونتينيو. بعد كده تيجي هنا دبليو، زي ما انت شايف فتح معانا، هنختار يونايتد ستيت اللي هي الولايات المتحده الامريكيه. ظهر معاك بيفتح لك 30 دقيقه، وبعد كده بتجدد بقى كل 30 دقيقه. دي فتح معاك بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، هتروح على كلمه لوجن. بعد كده تعمل لوجن عادي بالموقع اللي هو بتاع شات جي بي تي. بعد كده هتلاقي ظهر لك الشكل اللي انت شايفه قدامك ده اهو. لو جيت مثلا ستاي اولد صوره، بص جاب لي الصوره القديم، الشكل القديم بتاع الصوره، كل حاجه بالشكل القديم. طب انا عايز الشكل الجديد اللي هو الشكل شايف الشكل ده، انا عايز الشكل ده، اجيبه ازاي يا معلم؟ تعال اقول. هتروح على جوين يوسف، بعد كده عندي اللي هي الانفايت كود. تمام، ما عنديش ولا طريقه ثانيه ان انا استخدم بيها ده، لان هو لسه في مرحله التجربه، فعاملين اللي هو اكواد انفايت، مش اي حد يخش كده. تمام، فادوس على بعد كده يطلب مني. هسيب لكم برده الموقع اللي معانا النهارده، هو موقع قوي جدا بيقدم لك اكواد كتيره جدا. هو ده الموقع اللي معانا النهارده، بيقدم لك كميه اكواد كبيره جدا اهو. ده بيقول لك من 7 ساعات ابدا اخد الكوبي، بص دي اكواد وارمي هنا جوين. قال لي لا، تبدا بقى تجرب اكتر من حاجه، يعني ده من ساعتين هتجرب بقى ايه براحتك خالص، لحد ما ايه حاجه فيهم تشتغل معاك بشكل كويس. الكود شغال ودخل معايا مباشره اهو، زي ما انت شايف دخل معايا مباشره، ما احتاجش اي كلام كتير. واقدر هنا ابعت له اي حاجه انا عايزها، واقدر ارفع له الصوره الخاصه بيا واقول له حركها لي. ممكن كمان اختار اي حاجه من دول اهو، واقدر اتحكم فيهم. وهنا لو عايز ارفع حاجه خاصه بيا، ولكن دي شغاله على الاي او اس بس اهو. لو جيت كده هتلاقي هنا في شخصيات كتير تقدر تستخدمها. لو جينا مثلا لاي شخصيه زي الشخصيه دي قلنا له، يقول تلاقي الفيديو الخاص بيك بيتم تحميله هنا. فزي ما انت شايف انا سايب لك الموقع الخاص بينا ده، ده موقع عليه اكواد جامد جدا. باذن الله هنزل لك اكتر من موقع عليه اكواد برضو، تقدر تستخدمه بكل سهوله، وباذن الله يشتغل معاك. هقدم لك كل المواقع اللي انا قدرت احصل عليها عشان يبقى عندك كل موقع تقدر تستخدمها براحتك. فما تنسوش اكبر عدد من اللايكات على الفيديو ده عشان ننزل لكم الفيديو الجاي. بس كده وسلام. كل سنه وانتم طيبين يا مصريين بمناسبه تحرير سيناء. تحياتي لكم، وان شاء الله دائما بخير والسلام. سلام.